وفي اعتقادك انت هالسير المحموم لرئيس الجمهوريه نحو بناء مشروعه اللي يعارضوه تقريبا اغلب الطيف السياسي واغلب حتى الطيف الدولي مما خلاه يعيش في عزله داخليه ودوليه، شكون اللي يقف وراء رئيس قسعيد؟ من اين يستمد هذه القوه امام اوضاع اجتماعيه واقتصاديه منهاره، امام وضع دولي تقريبا خلاه في زاويه؟ يعني من اين يستمد هذه القوه؟ هو يستمدها صار في اسباب قبل 25 جويلية اللي للأسف معناه هو وجد الأرضية سهلة باعتبار الفساد اللي كان موجود، باعتبار معناه السياسيين والمشهد السياسي كان في معناه في حالة مبتذلة، ومعناه هي في حد ذاتها بالحق تستدعي التدخل. لكن وتوا زاد من التشتت اللي موجود على الجانب، حكينا صحيح تو أنت قلت انه الجانب السياسي والسياسيين كل ضد، لكن كلهم ضد، نجم يكونوا ضد لكن مش مع بعضهم، مش متوحدين، وهذا يخلي هو متاكد انه في غياب التوحد هذا، وفي انه برا نقولوا فما جانب كبير من الشعب التونسي معناها السياسه اصبحت تمثل اللي هو مشكل كبير برشا، خاطر هالمشهد اللي تم ترذيله وتم تفويت فرصه كبيره برشا. انا نعيب على جميع الاحزاب السياسيه وخصوصا التي حكمت البلاد التونسيه انها ضيعت علينا يمكن فرصه تتيح للشعوب مره في 600 و700 عام، جاتنا فرصه تاريخيه لان البلاد هذه تصبح عندها معناها مؤسسات سياسيه، مؤسسات دستوريه حقيقيه. فمحكمه دستوريه عندنا 7 سنين واكتوينا بنار عدم تركيزها، معناها المؤسسات الدستورية الأخرى على خاطر دخلنا في حسابات الضيقة، وعلى خاطر معناها خصوصا تحالفات كانت تحالفات معناها غير طبيعية على المستوى السياسي، وصلتنا إلى مرحلة أنه يجي شخص تقريبا يعني تقريبا لخص الكلام تاعك استاذ هو انك رجعت العامل القوه لقيس سعيد في عاملين اساسيين، هما اولا رداءه المشهد ما قبل 25 جويلية بما فيه من ترذيل الحياه السياسيه واوضاع ماديه وصعيبه قبل 25، وايضا الى تشتت المعارضه السياسيه الموجوده الان فقط. هو معناها ما اخذ انا نحكي على اسباب موضوعيه، اي اسباب اخرى انه الاستقواء بالخارج او بالمؤسسه الامنيه وبمؤسسه معناها بالمؤسسه العسكريه، هذا معناها ما لا تتطلب معناها بالعين المجرده معناها. والدليل على ذلك ان جميع القرارات تتخذ في منتصف الليل بوزاره الداخليه، وهو في مشهد استعراض قوى، حتى قرارات الاعفاء القضاة تم اعلانها في وزارة الداخلية. وهذه معناها لأي قارئ سياسي يعرف اللي هي رسائل واضحة، راهو انا المؤسسات الماسكة للسلاح راهي معي انا.